تدرين اني شايل هم اروح على الدوام. ليش يا ابو شعبان خير؟ من انا رمضان من السياره عطلانه فلازم امشي بصف الحائط ويا الفي على ما اوصل. صدق ايش قد باقي للمساك؟ دقيقه واحده. تدري كل هذا المي اللي شربته ما راح تستفاد منه بشي؟ من رخصتك اريد اروح للتواليت. يا ابوي اتبهذلت. حاره مو حاره تصمت متت من العطش. اروح اتوضا. فش حالات الوضوء برمضان؟ اروح اتوضا النوم. بعدني ما شبعت وضوء اروح النوم. خاف انت اذا تشرب مي من تتوضا؟ لا ابد. فطومة راح اعطيك هاي الكيكة ومن انا واكليني اياها. هاي شو تسوي؟ كل شي ما اسوي. بعد ليش الكيك بيدك؟ دام طيل فطومة شو ما يصير واحد ينطي كيك لبنته؟ يقول لي من انا واكليني اياها. والله تشذب هاي لا تصدقيها. ايش طاب خلي الفطور؟ تمن وتبسي سمك وشوربة عدس. تريد اطبخ لك شي بعد؟ تشريب دجاج، مرقة بامية، مرقة فاصوليا وكبول، واهم شي الكبول. ايش قد باقي على الافطار؟ 50 دقيقة. ما سنة لو ما شيعة. طيار وتريده. انت تدري بي مو طائفي. فافطاري ويا سنة ومساكي ويا شيعة. ياهو يعيد له ولا عيد وياه. اوف راح اطق بطني. ابن اللوادم منو جبارك تاكل هالقد؟ بعدين شلون راح تتسحر؟ بعد وقت للسحور. 5 ساعات ايش راح تهضم؟ ليش قد باقي على السحور؟ 5 ساعات. لا بربك. اي والله. شي بسرعة يا ربي شي بسرعة. والكبة كانت كلش طيبة وما شبعت منها. Ooh.